مساء الخير ومساء البهجة والسعادة. في حواراتنا في حب الوطن نقف دائما عند أشخاص مهمين جدا يتمتعوا بحب الوطن. وعندما يكون ضيفي وضيفكم الليلة دكتور أحمد جلال المقرر العام للحوار الوطني في المحور الاقتصادي، لابد أن نقف بتمعن أمام ما يقوله، لأنه ينطلق من أرضية محبة لهذا الوطن، ودائما وأبدا نظرته ملونة بالإيجابية، ودائما وأبدا توصياته محل احترام واعتبار لأسباب كثيرة، أولها شخصية الدكتور أحمد جلال، ثانيها قيمة الدكتور أحمد جلال، وثالثها أن الدكتور أحمد جلال عندما يتحدث في الاقتصاد فلا ينبئك مثل خبير. أهلا بك دكتور. أهلا بك وشكرا على التقديم الطيب. ربنا يخليك فندم. الحقيقة أن هذه التوصيات ممكن تتلخص في كلمة واحدة، توصيات بعيون محبة للوطن. الحوار الوطني والاقتصادي والمحور الاقتصادي دائما وأبدا محل اهتمام لأسباب كثيرة جدا. عانينا اقتصاديا، لدينا مشاكل اقتصادية غير منقورة ومعترف فيها، وعملية التفكيك ومحاولة الإصلاح مستمرة ومستدامة على الصعيد الوطني في كل المناحي تقريبا. لكن تعالى نقف عند كتير جدا من التوصيات في هذا السياق المهم. سيادتك كنتوا تتحدثوا في التوصيات عن ما يسمى الحاجة إلى إصلاح اقتصادي شامل كامل، لماذا؟ أولا شكرا على الاستضافة وسعيد بتواجد معاك. كل الشكر. والنقطة اللي حضرتك بتسيرها شريعة الأهمية، الناس عادة ممكن تغرق في تفاصيل كتير. أيوة. يعني ممكن تاخد مشروع معين في مكان ما في وقت ما والغرض منه نبيل ومفيد وكل، إنما أنت ماسك جزئية وسايب حتة كبيرة قوي. فكرة الإصلاح الشامل دي أهميتها أن بيبقى فيه تكامل بين عناصر الإصلاح، فما بتكلمش على جزئية وتسيب الأجزاء الأخرى. ده جزء، يعني ده جزء من الإجابة. أيوة. لكن الجزء الثاني أعتقد أن احنا جربنا نوع من المنظومة إدارة السياسة الاقتصادية على مدى 10 سنوات، وأنا أعتقد أن كان فيها إيجابيات كثيرة، إنما كان أحد أهم سماتها على الإطلاق وبنقيس نجاحنا بها هي فكرة المشروعات. أنا عملت كم مشروع، هذه المشروعات جيدة ولا لأ، وكثير منها كان شديد الجودة. يعني فكرة البنية الأساسية دي مسألة جوهرية لأي اقتصاد عايز ينطلق. ما ينفعش تعمل انطلاقة للاقتصاد من غير ما يبقى عندك بنية أساسية من طرق وكهرباء وغيره. إنما بتصور إن مصر وصلت إلى مرحلة بحيث أنه المرحلة اللي جاية مفروض تستفيد وتبني على ما تم إنجازه وليس استمرار ما حدث في الماضي. فالفكرة المنظومة إدارة الاقتصاد أو برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل جاية من أن أنا محتاجة أعمل نقلة نوعية في السياسات، في التوجه السياسات الاقتصادية في البلد، مش أني أمسك حتة صغيرة وأقعد أناقشها. ما ينفعش مثلا أمسك السياسة النقدية لوحديها او امسك مشروع ايا كان هذا المشروع وده موضوع اللي عايز اناقشه. لا، انت محتاج تغير الطريقه اللي تغير التوجه نفسه وبالتالي السياسات التفصيليه لهذا التوجه. فسمات التوجه الجديد ايه؟ انا رايي انه يبقى التنميه بالسياسات وليس بالمشروعات. سيبك من حكايه ان انا عملت مشروعات كذا وبالتالي انا عملت انجاز. القصه دي استنفذت اغراضها في الفتره اللي فاتت. انا عايز انقل السياسه، ده نمره واحد. نمره اتنين ان انا عايز طريقه في تفكير الاصلاح المؤسسي اذا صح التعبير. ليه؟ لانه التغير في السياسات والسياسات دي متسقه مع بعضها ولا لا او مفيده ولا لا وبنكرر اخطاء الماضي ولا لا، كل ده مبني على الاطار المؤسسي اللي بتعمل فيه. فانا محتاج اشتغل على هذا الاطار المؤسسي وافكر هو ايه اللي خلاني مثلا يبقى عندي مشكلة في السياسة النقدية وسعر الصرف والسوق السوداء والدنيا الناس وقفت. فأنا محتاج تركيبة مؤسسية تؤكد لي على أني طريقتي في التفكير صح، وأنه تتنبأ الأزمات قبل ما تستناها وتحصل وبعدين تتعامل معها. فأولا عايز أفكر بالسياسات وتماسكها، ثانيا عايز أعمل أنمي القدرات المؤسسية بتاعت الناس
اللي عشان كده مثلا من الحاجات اللي احنا اقترحناها في اطار الحوار الوطني اللي حضرتك شفتها انه انشاء مجلس استشاري اقتصادي قومي قبل ما على غرار نفس المجلس في امريكا، لان احنا عندنا نظام الى حد كبير رئاسي. النظام الامريكي السياسي نظام رئاسي، الرئيس محتاج ناس يعاونوه بشكل منظم في التفكير في إدارة الاقتصاد. هذا ليس إحلالا أو منافسة مع مجلس الوزراء أو الجانب التنفيذي من الحكومة. يعني تقصد مجلس استشاري، مجلس استشاري قومي بس بقانون وليه مانديت واضح وليه مهام محددة، زي المجلس الأعلى للسياحة، زي المجلس الأعلى للاقتصاد. لا، دي مجالس بصراحة أولا قطاعية، ده نمرة واحد. مظبوط. نمرة اتنين، ما بتديش لمؤسسة الرئاسة، مش بتكلم على الرئيس، مؤسسة الرئاسة ما بتديهاش التفكير المنظم بقانون وليها أنياب زي ما بيقولوا، وبتتنبأ بالأزمات، ويعني ما بتغذيش العقل اللي بياخد القرار في الآخر يعني بشكل منظم. أنت هنا تقصد أن يبقى في مجلس له صلاحيات وله وظائف حقيقية. بالضبط، وعشان كده تعملوا بقانون. وتعمله بقانون. وعشان كده يبقى دائم، وعشان كده يبقى ليه محل وليه سكرتاريا وليه موظفين وبيشتغل وبيطلع والناس وظيفته ايه؟ وظيفته خدمة مؤسسة الرئاسة في هذا القطاع. في القطاع الاقتصادي. القطاع الاقتصادي. في الجانب الاقتصادي. زي ما عندنا مجلس أمن قومي يبقى عندك مجلس اقتصادي قومي. يبقى عندك مجلس يعني استشاري اقتصادي قوي. بالظبط هو كده. وده مجلس له اسس وله مكان. وفي دلوقتي عشان في للامانه يعني في مجلس استشاري بس ما بيجتمعش، مش بقانون، تركيبته يعني الهدف منه مش واضح غير العام كده، يعني مش مكتوب، ما بيطلعش حاجه، ما بيتقابلش. يعني احنا عندنا بيسموه بقى السوفت كوبي، يعني النسخه اللي ملهاش، وده لا يحمل اي تعارض مع المجموعه الاقتصاديه في مجلس الوزراء اطلاقا، لان المجموعه الاقتصاديه هي تنفيذ، هي لا صانعه السياسات، بتقترح سياسات وتنفذها، انما ده مؤسسه الرئاسه عندنا شريط الاهميه، بتلعب دور في غايه الاهميه في اداره الاقتصاد. وبالتالي هذه المؤسسه تحتاج ان يبقى ليها طريقتها في التفكير. الحكومة والوزراء، السادة الوزراء عليهم كل الاحترام، وطبعا دول محدش يتعدى على اختصاصاتهم، وبالتالي هذه المؤسسة، هذا المجلس يعني هو استشاري وليس تنفيذي ولا يصدر قرارات. هو كل الفكرة انه يطلع بأفكار تساعد مؤسسة الرئاسة على تمحيص، إذا صح التعبير، تمحيص ما تعرضه الحكومة، التنبؤ بالأزمات اللي الحكومة ممكن تكون مش واخدة بالها منها، التنسيق بين الوزارات المختلفة، والتأكد من أن التوجه في الاقتصاد المصري لصالح الجميع. يعني ده دور مهم وليس فيه أي تعارض على الإطلاق. دور مهم وليس فيه أي تعارض على الإطلاق. عرقت في بداية حوار سيادتك على العشر سنوات الماضية، قلت أن عشر سنوات البنية الأساسية، وأنها البنية الأساسية كانت ضرورة حياتية زي ما يقولون. الحقيقة أن هناك كثير من الجدل حول هذا الموضوع، وعملية تسفيه أو عملية عدم اعتبار كافي لهذه المشروعات، رغم أن هذه المشروعات كانت لها دور كبير جدا في التنمية الاقتصادية، أنها أهلت البلد لكذا وكذا، فضلا عن التشغيل والتوظيف في توقيت كان تقريبا العمالة كلها بترجع من الخليج، راجعة من ليبيا، راجعة من سوريا، راجعة من لبنان، راجعة من الأردن، راجعة من اليمن، فتقريبا كان عملية التشغيل ضرورة ومهمة جدا. هذا التقييم لهذه التجربة، وتقول لي المردود الإيجابي لهذه المشروعات. أولا جدتي كان دايما تقول العايد في الفايت مقسم بالعدل. مظبوط، العايد في الفايت مقسم بالعدل، مش كده؟ مظبوط، جدتك كانت تقول ده صحيح كلام. صحيح. فأنا ما بحبش أضيع وقت كبير على أني أقعد أحكم على ده كان كويس وده كان وحش. المسألة بشكل إجمالي هي أنه كان في إنجازات وكانت ضرورية وكان لها فوائد. كويس. لما تدخل بقى في التفاصيل ممكن تقسمها اثنين، في جزء منها كان ضروري وجيد وكذا وكذا، وجزء منها كان مش بالضرورة أولوية وكمان مش مفروض يتعمل دلوقتي. هنا هنخش في فقه الأولويات. يعني انت عارف كان فيه إنجازات وكان فيه لها عائد إيجابي، ده بالتأكيد، إنما كان أيضا هناك من يدعي أو من يرى إنه كان فيها حاجات ما كانتش مهمة دلوقتي، ما كانتش بالضرورة. يعني لما تقول لي إن أنت شغلت بعض الناس، هي الشغلانات دي مستدامة؟ هي شغلانات للناس بأعداد كبيرة؟ هي شغلانات بتبني على المهارات بتاعة المصريين المتاحة؟
هي يعني فاهم، حد تاني ممكن يتساءل يعني انت ممكن تقول ان شغلت ناس، طب ما وكان ضروري انك تشغل ناس. خليني اقول لك من احد الاشكاليات، لو انا بنقي اشكاليه من الفتره اللي فاتت واعزيها، هنقي الاشكاليه التاليه، ما يسمى currency mismatch بالتعبير بالانجليزي. انما معناه ايه؟ معناه ان انا مثلا بعمل مشروع ما بينتج حاجه محليه، المشروع الفلوس اللي انا استلفتها دي بالدولار مثلا او بالعملة الاجنبية، لكن الايراد بتاع المشروع بيبقى بالجنيه المصري. طب انا الجنيه المصري ده هسدد به الدولار ازاي؟ في خلل، لانه لما يكون انا بستلف بعملة والايراد بتاعي بعملة تانية، انا مش هعرف اسدد الاولاني الا اذا عملت من السياسات والاصلاحات ما يمكنني من ان انا ازود مصادري من العملة الأجنبية عشان أعرف أسدد بيها. المثال بقى عشان ما يبقاش نتكلم في الهواء كده، اتكلم على الكهرباء مثلا. هو احنا كمصريين بندفع الكهرباء بالجنيه ولا بالدولار؟ بالجنيه. المعدات والماكينات والشركات والمحطات الكهرباء وكذا بنجيبها من بره بالدولار. بإيه؟ بالدولار. باليورو بالدولار. أنا عندي currency mismatch. حد فكر في الحكاية دي؟ حد قلق عليها بدرجة كافية؟ يا ترى لما قيمنا التوسعات دي، انا بتكلمش على الكهرباء بالتحديد، انما بشكل عام البنية الاساسية نفسها، ما انا هعمل طرق، هاخد من الناس الكارتة بعشرة جنيه ولا عشرين جنيه ولا تلاتين جنيه، انما انا مستلف بالدولار كل الحاجات اللي انا استخدمتها، الماكينات وكذا 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 بالدولار. انا عندي اشكالية النقطة دي، يعني لو بنقي حاجة واحدة من كيفية إدارة السياسات الاقتصادية في الفترة اللي فاتت، أنا رأيي أن كلمة currency mismatch دي مسألة جوهرية، وما أعتقدش أن احنا اديناها ما تستحق من اهتمام. نتيجة ده، مع أن في مشروع وفي طرق وفي كذا وبنحتفل به وليه ميزات وأنا موافق على كل ده، إنما في جوانب أخرى. نقص العملة الأجنبية أدى لأن عشان الاقتصاد المصري والصادرات مش عالية والسياحة مش جاية والريميتنسز هم اللي أنقذونا، يعني الفلوس اللي بتجينا من المصريين اللي في الخارج هم اللي ساعدونا درجة أعلى من أي حاجة تانية. الإيرادات بتاعتي من العملة الأجنبية ما زادتش كفاية بالقدر اللي أنا احتاجته علشان أعمل التوسعات الأخرى، وبالتالي حصل ضغوط على البنك المركزي واستنفذ قدر من الاحتياطيات اللي كان شايلها عنده علشان يدافع عن الجنيه، ومش عايز يحرك الجنيه. يا سيدي، الجنيه لازم يتحرك، ما فيش حاجه بتقف على زي ما هي. ما تحركش الجنيه، ظهرت السوق السود، بعد كده الناس اشتكت من ان ما فيش عمله اجنبيه عشان يشتغلوا يستوردوا المواد الخام ويشتغلوا. فانت ابتديت من القصه بتاعت مشروع وليه ميزات، لكن الناتج بتاعه بالعمله المحليه، انت مستلف بالعمله الاجنبيه، ما عندكش الموارد، ما نمتش الموارد من العمله الاجنبيه بما يكفي، وبالتالي حصل ضغوط على البنك المركزي والاحتياطيات، وما حركناش السعر لغايه لما الدنيا اتكركبت علينا يعني. وبعدين لما حركناه في وقت متاخر وبتكلفه عاليه، واضطرينا نروح لصندوق النقد الدولي وندفع يعني على كل حال، ونعمل حاجات بعضها قد لا يكون الصحيح. فانا عايز اقول لك ان القصه بتبتدي بحته دي، ميزه بقى التفكير في الإصلاح الاقتصادي والتوجه الاقتصادي بشكل مجمل بشكل عام. ما ينفعش انك تقولي المشروع الفلاني كذا ولا كذا. يا سيدي، اكيد اي مشروع مفيد، واكيد اي مشروع بيشغل ناس، واكيد اي مشروع ما حدش هيعترض عليه، انما لازم تفكر في التركيبة كلها وبتأثر على بعضها ازاي. في الاجمال، ما فعلناه كان مفيدا من جوانب كثيرة جدا، لكن آن الأوان ان احنا ننتقل من هذا النموذج التنموي وهذا النموذج في إدارة الاقتصاد الى نموذج اخر مختلف عما سبق. عظيم. ده بيخليني اسأل سيادتك عن فكرة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي الوطني الجديد. انت سيادتك بتتكلم في هذه الورقة عن برنامج اصلاح وطني جديد. ايه ملامحه؟ ما لونه؟ ما شكله؟ هو بيقول ايه؟ يعني انت سيادتك بتتكلم عن نقلة أخرى في الاقتصاد، إيه مقاومات؟ السمات العامة هي التنمية بالسياسات وليس بالمشروعات. يعني إيه التنمية بالسياسات؟ السمة الثانية، خليني أكمل لك الكم ملمح. الملمح الثاني هو تنمية الموارد الأجنبية والصادرات بالتحديد. كويس. وليس الإنتاج للسوق المحلي. ده تغير في طريقة التفكير، يعني مثلا لما يقول لك إن يعني مؤخرا مثلا سمعنا إنه إن إحنا عايزين
ندعم الصادرات اللي بتشارك في تنمية المكون المحلي، اللي فيها المكون المحلي مرتفع. ده مش بالضرورة التوجه الصحيح، أو أني أدعم الصادرات عشان أزود الصادرات، لا مش بالضرورة، أو أني أنتج اللي أنا بستورده. يعني أنا سمعت بصراحة مرة عرض كده لاستراتيجية لتنمية الصناعات المحلية بينطلق من فكرة، هو أنا ليه عايز أستورد الحاجات دي منتجها محليا؟ ده استراتيجية قديمة اسمها استراتيجية الإحلال المحلي الواردات من الستينات. كل الدول تقريبا كانت بتتبع هذه. كوريا الجنوبية ما عملتش كده، احنا عملنا كده. كوريا الجنوبية انطلقت واحنا لم ننطلق. فالسمة الثانية على كل حال هي فكرة ازاي اعتمد على تنمية مواردي من العملات الأجنبية، ودي تحتها بنود مختلفة. والتالتة إصلاح مؤسسي. ما ينفعش إن أنا أستمر أعمل الناس اللي هم عملوا لي مشكلة أستمر بيهم كده ببساطة شديدة. يعني إذا حضرتك شاطر في البرنامج بتاعك هنا أكيد هستمر تبقى شاطر. لو انا كنت بعمل حاجه وغير موفق فيها واستمر فيها، يعني من صنع المشكله لن يكون جزءا من الحل. فالاصلاح المؤسسي مهم وجزء منه فكره فدي سمات على كل حال. حضرتك بتسالني على سمات البرنامج اللي ورا ده. بالمناسبه انا رايي ان الاقتصاد اصله سياسه. اذا لم تفعل اصلاح سياسي، الاصلاح السياسي بيؤدي لاصلاح اقتصادي. تقصد ايه بالاصلاح السياسي؟ الذي يؤدي الى الاصلاح الاقتصادي او اللي بيؤثر على الاصلاح الاقتصادي. شوف، الانفتاح السياسي، الراي والراي الاخر، المؤسسات مستقله وتقوم بدورها من غير ما تطغى مؤسسه على المؤسسات الاخرى، هي دي السمات اللي نعرفها لغايه دلوقتي. يقول لك في دول نظامها غير كده وبتنجح، وده صحيح، بس عددها اقل وفكره. والعدد الاكبر للنظم السياسيه من العدد الأكبر للدول من النظم السياسية الغير منفتحة سياسيا في النجاح الاقتصادي قليل. عظيم. يعني نروح بقى لناخد النقطة الأولى وهي قصة النقد الأجنبي، أزمة النقد الأجنبي. يعني أنا هقول لك هتحدث بلسان الغائب، إن حصل تكتل من عناصر ما، مناهضة الدولة فمنعت مثلا نقصة التحويلات بعشرة مليار عن طريق مصادرة الدولار أو الريال أو في مكانه نتيجة ارتفاع سعر أو سعر السوق السوداء والسعر البنك، كان فرق ضخم جدا سمح لهؤلاء بالتمدد فنقصنا 10 مليار مثلا. بنتكلم عن قناة السويس فصارت مهددة بفعل الحوثيين، فتقريبا بنتكلم قبل ما نسجل الحوار ده كان تقريبا 60% ايرادات القناة انخفضت. بنتكلم عن روسيا واوكرانيا، والحرب دي ايضا كلفتنا كتير جدا لان رفعت فاتورة الاستيراد، وبالتالي محصولنا من العملة الاجنبية اقل والمطلوب منا ازيد. ده وجهة نظر ممكن اصدرها وانا بتكلم دلوقتي للمشاهد، لكن اكيد عند سيادتك رؤية اخرى لازمة النقد الاجنبي. شوف، ما يحدث في مصرنا العزيزة لا يتوقف فقط على ما يحدث في العالم بمعنى، وإنما يتوقف أيضا وفي نفس الوقت وبنفس القوة على ما نفعله أو ما لا نفعله. كويس. فأنا مش من الناس اللي بينكروا إن ما يحدث عالميا بيأثر علينا. مظبوط. يعني من المؤكد حضرتك عندك كل الحق في إنك تشير لأن أزمة روسيا أو حرب روسيا وأوكرانيا وقبلها كورونا ومؤخرا الجيوبوليتكس، ما يحدث في المنطقة الجغرافية بتاعتنا وتوجهات بعض الدول تجاه مصر وكذا وكذا كان ليه تأثير. ومن المؤكد إن كل ده ليه تأثير على ما يحدث في الاقتصاد المصري، لكن أنا ما بضيعش وقت كبير في الحاجات اللي ما أقدرش أغيرها. صحيح. انا ما اقدرش اوقف الحرب بين روسيا واوكرانيا. حضرتك تقدر، انا ما اقدرش. مظبوط. احنا كمصر ما نقدرش نعمل ده، وكورونا ما كنتش اقدر اوقف، لا انا اللي عملتها، انا بس بعاني من اثر. ففي حاجات دي خارج الاراده، خارج الاراده وخارج من النطاق اللي انا ممكن العب فيه. وبالتالي دماغي على طول اذا انا عايز ابقى مفيد اركز على الحاجات اللي انا ممكن اعملها، اللي انا اقدر اشتغل عليها. نيجي بقى للجزء اللي انا ممكن اشتغل عليه. هو ده الجزء الاكثر اهميه في تقدير. ايوه. انا احدد بقى، انت عارف مش كل الحاجات بتتعمل بنفس الاسلوب. ما تقدرش تروح اسكندريه، المهم ما تقدرش تعمل كل حاجه في نفس الوقت.
كل حاجة ليها أصل وفصل. مصادر العملة الأجنبية بالنسبة للاقتصاد المصري الآتي: قناة السويس دي واحدة، التحويلات العاملين من الخارج شريحة الأهمية، الصادرات حاجة رابعة، والسياحة. دول أكتر أربع عناصر، كل واحدة منهم أنا ليا تصور لما يمكن اللي أعمله علشان أزود إيراداتي منها، وهذا التصور مختلف عن السياسات والتصورات السائدة الآن. طيب قلنا واحدة واحدة. ضروري، لأن برضو مهم أول اطلاع على الأفكار الأخرى. كويس. بالنسبة للسياحة، مصر لديها من زي ما كلنا عارفين، يعني مصر لديها من الرصيد الآثار وكذا، يعني ما يجذب أمة لا إله إلا الله. مظبوط. يجوا مصر ما بيجوش ليه؟ ايوه، الاستراتيجية بتاعتنا نعتقد حتى قريبا، يعني مش عارف حتى دلوقتي التفاصيل، لكن انا بتصور ان في محاولات، كانت مبنية على منطق ان انا اعمل ترويج للسياحة في الخارج، وليس اصلاح الجانب العرض السياحي. خليني اشرح لك شوية لانها مش باينة الحكاية. احد مشاكلنا الرئيسية ليست في جذب الناس انهم يجوا مصر، انا اعتقد ان كتير من الناس عايزين يجوا مصر. ايوه، لانهم بيذاكروها في ابتدائي وفي اعدادي، يعني مش المشكله انه لما بيجي بيبقى مش عايز يجي تاني، ويقول لاصحابه ما تروحش. ايوه، ليه؟ لانه البيئه، سواء التاكسي بيقلب في عيشته، البيئه السياحيه الرمواتي بتاع الجمل في حوالين الهرم بيطلعوا الجمل، ما ينزلوش الجمل الا لما يدفع. الفنادق والمعرفش ايه ما بتقدمش الخدمة بالمستوى، مش كلها يعني، طبعا في كويس وفي مش كويس، ما بتقدمش الخدمة بالشكل اللي هو بيلاقيه في حتة تانية. تقصد ان البيئة السياحية، السياحية جانب العرض. أيوة. ما نبيعه انت وانت حضرتك بتبيع كتب، لا بلاش، ملابس موضة، تعمل فاترين، بتعمل فاترينا وتحلي في الفاترينا وتوقف الراجل قدام المحل مبتسم، لو تجيب عامل، لو انت بقى ما عملتش فاترينا كويس، او لو انت ما حدش واقف يبتسم للسائح، ولو دخل ما بتقرصوش وهو داخل، انت لا بترحب بيه وبتعزمه على قهوه، لو ما عملتش ده مش هيجي لك تاني. انا رايي ان استراتيجيه السياحه محتاجه انها تنتقل من الجانب الترويجي، من فلسفه المعارض الى من فلسفه الطلب الى جانب العرض، الى عظيم العرض. مثلا ده سياحه، ده سياحه. لو حبيت ننقل على حاجه ثانيه، ننقل على حاجه ثانيه، ننقل مثلا على تحويلات العاملين من الخارج. تحويلات العاملين من الخارج، اولا احنا بنعاملهم، حتى في كان اصوات قريبه اعلنت انها احنا العاملين في الخارج دول ما نفرض عليهم ضرائب دولارات، ما دام مزنوقين في الدولارات والجماعه دول معاهم دولارات، ما نفرض عليهم كل واحد يدفع 100 دولار ولا مش عارف ولا كان مقترح سخيف. لا بس اصلها فيها منطق، فيها منطق معين، يعني الاقتراح نفسه، هو الاقتراح مش مهم قوي، الاكثر انت تقصد اهميه. تقصد الفكره ورا الاقتراح، الفكره اللي ورا الاقتراح. الفكره اللي ورا الاقتراح معيبه للغايه. اولا اللي خارج ده انا ما ساعدتوش عشان يخرج، انا ما بحميهوش بدرجه كافيه لما يخرج، انا عايز اقول لحضرتك من الامثله بس عشان الكلام ما يبقاش عايم قوي، هدي لك مثال. الخادمات الفلبينيات، تعرف ان في وزاره الخارجيه في الفلبين قسم شغلته انه بيراعي ويتابع ويساعد ويقدم المعونة للفلبينيات اللي عايزين يسافروا يشتغلوا بره، فما عندهم تذكرة السفر يسافروا بيها، بيدفع لهم مقدما وبعدين يبقوا يدفعوها لما الوزارة بيعلموهم بعض الحاجات، يساعدوهم في اللغة، يساعدوهم في فهم العادات والتقاليد بتاعت المكان، لو حصل لهم حاجة هم بيرعوهم وما عرفش. احنا مالناش دعوة بالحكاية دي، احنا فكرة رعاية، يعني الاهتمام بالمسافر المصري أو المهاجر مؤقتا المصري لدول أخرى بالنسبة لنا مصدر جباية، ما بنفكرش إنه ده بيجلب لنا، ده تصدير. خد بالك إنه بيجيب لنا عملة أجنبية، هو التصدير بيعمل لنا إيه؟ بيجيب لنا عملة أجنبية، يعني أنت عارف بالنسبة ليك أنت بتصدر البشر، مع إن التعبير يعني ما ينفعش يتقال، لأنه في فرق بينك تصدر سلع وتصدر بشر، ما بتصدرش بشر بالمعنى المباشر السيء يعني، وإنما ده مصدر للعملة الأجنبية الهام. فإذا كنت تدعم التصدير
ادعم الـ مش بقى انك تستخدم اسلوب الجبايه قصاده وتفكر فيه على انه مصدر تستغله ازاي، لا انت سيدي اشتغل على ازاي تساعده. ما بنعملش ده. الكلام ده بينطبق على نيجي للصادرات، لانه انا قبل ما نوصل للصادرات احنا بنقلب في اوراق الاقتصاد المصري، والحديث مع الدكتور احمد جلال عن برنامج اصلاح اقتصادي وطني جديد، وجديد من ناحيه الفكره، من ناحيه السياسات، ومن ناحيه اشياء اخرى ستكون معنا بعد الفاصل. تحولات المصريين في الخارج يعني نقصت حوالي 10 مليارات دولار العام الماضي، ولهذا له أسباب وقتية وآنية وحالية، لكن هناك مشكلة حقيقية إزاي نجيب أكبر قدر من هذه التحويلات وكمان يكون برضا هؤلاء العاملين في الخارج. ده اللي أنت تقصده. أنا عايز كنت أقول حاجتين. حاجة الأولانية أنا كلمت فيها وباستفادة كمان، هي فكرة أني أبص على المصريين اللي في الخارج دول مش على أنهم مصدر أجبي منه، وإنما أني أساعدهم. ده يعني فرق كبير بين التوجهين. ده مهم. بس الجانب الثاني اللي الناس ما بيتناقشوش بشكل كافي هو سياسة سعر الصرف. لا نقف عندها ونتكلم، نقف عندها لسبب، لأن انت هنا ذاكر، هنا انت عايز تتكلم تبني نظام اكثر مرونه، وانا مش هكذب عليك يعني انا قبل بس ما تستفيض، انا مش عجباني كلمه اكثر مرونه والسعر المرن والكلام ده. ما تخلينا صراحه، احنا عايزين نحرر سعر الصرف ولا مش عايزين؟ انا لسه عايز اقعد مع العاملين في الخارج لانهم صحابي. طب اتفضل. انا كنت عامل في الخارج في كمل ساعه في فتره كده بيمني الحكايه. كمل ساعه. العامل اللي في من يعمل، المصري او المصريه اللي بيعملوا في الخارج وعايز يحول فلوس، يا اما يستثمر، يا اما عشان اهله، يا اما عشان يعمل مشروع، أو عشان يشتري بيت، او ايا كان، يعني بيسأل نفسه أحول فلوسي عن طريق البنك ولا أحولها عن طريق الصيرفة ولا العملاء اللي طلعوا في النص كده السمسرة اللي بيدوني بسعر غير السعر. مشكلتي أنا عايز أعمل، عايز أخدم مصر، إنما إذا كان سياسة النقدية والبنك المركزي محددين سعر الصرف مغالى فيه، يعني يبقى السوق السوداء مثلا ب70 وهو عايز يقول لي إنه ب30، لا مش هديله ب30. سياسة سعر الصرف إما بتحفز على تحويلات العاملين من الخارج أو لا تحفز. وأنا متصور إنه في الفترة اللي كان في فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق السوداء، هو دي الفترة اللي قلت فيها تحويلات العاملين من الخارج، لأنها تسربت خارج تسربت الخارج. احتمال كبير تكون وصلت مصر بالمناسبة، بس مش عن طريق النظام المصرفي الرسمي. فأنا عايز أقول لك أنه حتى تحويلات العاملين من الخارج بتتأثر بشكل كبير بسياسات سعر الصرف، وبغض النظر بقى عن وطنية حد ولا عدم وطنية حد، ولا ما مش ده الموضوع، ولا حد تاني الدول اللي بره عملت فينا إيه ولا ما عملت فينا إيه. وبالتالي إحنا عايزين سياسة سعر صرف أكثر رشادة مما كان عليه الأمر حتى قريبا. حتى يعني خليني لا انا عايز اقولها على سعر الصرف الاخير، او خليني اقول لك انه في كلام عن مستوى سعر الصرف ومنظومه سعر الصرف، ما هماش حاجه واحده. نشرح مستوى سعر الصرف، يعني كان بقى 30 ودلوقتي بقى 50. ما يقرب من 50 مثلا. ده سعر الصرف الرسمي. ده سعر الصرف، وكان في فتره كان وصل 70 واكثر من 70. ده مستوى سعر الصرف، انما الطريقه اللي انا بدير بيها سعر الصرف دي بقى سياسه نقديه. ودي سياسة سعر الصرف وليست سعر الصرف. مستوى سعر الصرف كويس. وبالتالي الأكثر أهمية هو إن احنا نتكلم على الطريقة اللي احنا بندير بيها سعر الصرف، وليس فقط على تقديرك وتقييمك للطريقة. تقييمي للطريقة إن احنا من غير ما نقول، احنا بشكل رسمي السياسة النقدية بتقول إنها بتستهدف معدل التضخم، يعني طبع النقود والبنك المركزي بيستهدف معدل التضخم زي كل دول العالم تقريبا، ودي عملناها وبالقانون. يعني البنك المركزي شغلته انه يحد من التضخم. البنك المركزي بيسيب حكاية التضخم دي ويقوم رايح على سعر الصرف. ليه؟ لان يقول لك كرامة الاقتصاد المصري ان انا عايز استهدف سعر الصرف، فيقعد يستخدم الاحتياطيات اللي عنده عشان يدافع عن سعر الصرف لغاية لما تخلص الاحتياطيات او تقرب تخلص، وبعدين يتخلق سوق سوداء لانه في طلب على العملات الاجنبيه. الفجوه دي بتتسع وتتسع وتتسع وتصل لمستوى عالي جدا، وفي نفس الوقت البنك المركزي ما يقدرش يدافع عنها، ونقوم مخفضين العمله. في فرق بين تعويم العمله وتخفيض العمله.
تخفيض العملة ده قرار إداري، البنك المركزي بيتخذ قرار يقول إن أنا أخفض سعر الصرف من كذا لكذا، إنما تعويم ده بتسيبها لسوق العرض والطلب. إحنا طول الوقت نستخدم كلمة تعويم وإحنا لا نعني التعويم، إحنا بنخفض السعر. دلوقتي اللي حصل في الفترة الأخيرة مرة أخرى، خد بالك إن إحنا عملنا الحكاية دي، كررنا الحكاية لما كان الجنيه بسبعة تمانية جنيه وبعدين بقى 16، وكررنا الحكاية دي لما الدورة اللي أنا شرحتها دي حصلت لما كان الجنيه بتسعة جنيه تمانية تسعة جنيه وبعدين نقل لستاشر، وبعدين عملناها مرة تانية لما الجنيه نقل من 16 ل 30، وعملناها مرة تالتة لما الجنيه كان ب 30 وهو في السوق السوداء بقى 60 70 ولا ما اعرفش ايه، فدلوقتي وصل 50. اذا الحل في كل مرة بنستهدف سعر الصرف، يا ريت البنك المركزي يقلع عن استهداف سعر الصرف. هل اطلق البديل بقى؟ ايوه ده سؤال في غاية الأهمية. البديل نعوم؟ لا، تخيل انا مش مع التعويم بالكامل. امال مع ايه؟ أنظمة إدارة سعر الصرف في الدول بشكل عام ثلاثة. الأولانية إنك تثبته وتنساه وتنام. الثاني إنك تعومه وتسيبه يتنيل على عينه ويطلع وينزل زي ما هو عايز. والثالثة إنك بتديره بمنظومة مختلفة برشادة. التثبيت طلع مكلف للغاية زي ما حكيت لحضرتك. مظبوط. التعويم بالكامل ما نقدرش عليه. التعويم ما نقدرش عليه، يعني تخيل مثلا انت كنت معوم الجنيه في الفترة اللي كان عندنا اموال ساخنة كتيرة جدا وطلع فجأة 20 مليار دولار في ايام ده كان ممكن يخلي سعر الصرف اللي كان مثلا 70 يطلع 30 يطلع 70. انا ما اقدرش كاقتصاد نامي استوعب ده، استوعب التقلبات الشديدة الضارة جدا زي بالضبط ضغط الدم ولا حاجة. انا ما اقدرش اسيب ضغط دمي يوصل 200. يعني اذا انت سيادتك انا مع ادارته بس. ايوه اداره، يعني اداره دي بقى وليها تعبير وانا مستخدمه ده انا مقترحه، وعشان كده انا بقول منظومه سياسه سعر صرف اكثر مرونه. ايوه اكثر مرونه بمعنى انها مش مرنه لدرجه التعويم ومش ثابته لدرجه الجماد. الكيفيه ادارتها بقى دي حاجه اسمها بي بي سي. بي بي سي ما لهاش اي دعوه بالاذاعه البريطانيه. بي الأولانية دي باسكت سلة، والبي الثانية باند دي المساحة اللي بتحرك فيها، وسي اللي هي كرولينج اللي هي الزحف. فأنت عايز تربط الجنيه بسلة من العملات، سلة من العملات، من العملات أهم شركائك التجاريين. يعني أنت ما بتتاجرش بالبيسو اللاتين امريكي ولا الارجنتيني ولا دخل ليه؟ انت معظم تجارتك مع امريكا ومع اوروبا ودلوقتي يمكن الصين وروسيا ادخل دول بس. سلة من العملات شركاء، ادخل الروبل، ادخل اليوان، ادخل الدولار، ادخل اليورو. بالضبط كده. دول عملاء يعني شركائك التجاريين الاهم وهم دول اللي يدخلوا الباسكت. نعم. الوزن النسبي بتاعهم يتوقف على وزن تبادلك التجاري، الميزان التجاري. مظبوط. وتعمل نوع من الاندكس او تعمل يعني متوسط صح التعبير، لما يتحركوا دول عشان تساعد اقتصادك تحركوا انت كمان، تسيب الجنيه يتحرك في هذا الاطار. طيب الباند بقى ايه؟ انك تقول دلوقتي تقديري، تعلن على الناس على العامه كده، تقول ان انا في تقديري البنك المركزي يقول، مش اي حد تاني، البنك المركزي هو المسؤول عن السياسه النقديه، البنك المركزي يعلن مسبقا للست شهور اللي جايين او السنه اللي جايه انا هدافع عن قيمه الجنيه في حدود من مثلا 45 ل 55. هيستخدم قدراته الماليه من الاحتياطيات والعملات المتاحه ليه من العمله الاجنبيه علشان يدافع على جنيه في هذا الاطار خلال الفتره دي. كويس. بعد كده لو لقيت ان السعر وصل احنا قلنا 45 ل 55 اللي وصل كل 55 وما بتحركش عندها، ممكن بعديها اقول السنه اللي جايه او ست شهور اللي جايين او ايا كان هنقله من 55 ل 60 ودافع عنه في نفس. يعني انت فانت بتتحرك بشكل محسوب وموزون ومعقول وبيجنب الاقتصاد التقلبات والناس تقدر والناس تربط توقعاتها وتبني عليه. يعني الراجل اللي عايز يستورد عشان يبيع ثلاجات في مصر، ولا عايز يستورد عشان مواد خام علشان يصنع
هيبقى عارف، هيبقى عارف ايه اللي بيحصل في المدى الزمني، في المدى الزمني المعلن. فكرولينج بقى هي حكاية الجزء الأخير، حكاية الزحف دي، انك ما تنقلش من 16 ل 30 ومن 30 ل 50 فجأة. لا، انت بتتغير بشكل محسوب ودقيق ومعقول ومتوقع. دي إدارة مختلفة لسارس. عظيم. انا حبيت اتوسع فيها شويه. لا ده مهم، اعتقد انها من الموضوعات. لا، وشغل الناس، وشغل الناس، ومش مفهومه، وما فيش ما هو مطروح. يعني دلوقتي بعض الناس ابتدت تشكك. يعني دلوقتي الجنيه اتحرك ل بيلعب تراوح على 50، من 47 48 ل 50. هو ده صح ولا مش صح؟ هم مش عارفين، هم مش متاكدين، ولا دي اداره قديمه. يعني في بعض الافكار اللي بتقول ان اللي شايفه ده انا مش مصدق، لانه بالتجارب وبالسوابق بالظبط كده. لما يتكرر، لما كان 9 جنيه، ولما يتكرر نفس السلوك لما كان، لكن 16. انت شايف ان الخطوه الاخيره دي خطوه جيده لو احسن ادارتها بالظبط كده. انا صاحب مظبوط. كان محتاجين تصحيح، حصل هذا التصحيح، نبني عليه. وهتلاقي كلمه بقى انه نبني على هي محور كل الاصلاحات المقترحه في اطار الحوار الوطني. عظيم. ما فيهاش ابدا اللي فات ايه. لا، ما هي ورقه منصفه. يعني الورقه هنا ايجابيه ومنصفه، بمعنى ايه؟ انها لا تغمض ما تم، ولا تهدم بنايه. بالظبط. ودائما وابدا هي دائما تبني على ما تقدم. وده مهم جدا. احنا عايزين الافضل لهذه الحاله. عظيم. هروح لاشياء اعتقد انها صحيحه وقد تكون خطا بالمناسبه. بالعكس، ده اجتهاد يعني يؤخذ منه ويرد اليه. بالظبط. خلينا نروح مع سيادتك. انت ليه ضد فكره دعم الصادرات؟ مع ان دعم الصادرات ده فكره مهمه قوي. او كانت مهمه قوي. انا مع دعم الصادرات، بس مش بالطريقه اللي بنعملها بيها. خلينا نفرق بين الاثنين. أيوة. أوكي. أنا مع دعم الصادرات. أنا بقول إن إحنا عايزين نزود حصيلتنا من العملة الأجنبية، والصادرات أحد أهم الحاجات المستدامة. كويس. هي ميزة الصادرات إنها مثلا السياحة ممكن تتخبط فجأة لأنه حصل حادث إرهابي، ما مش عارف، قناة السويس ممكن تتعطل شوية لما يحصل معرفش إيه في إيلات. التحويلات ممكن تصاب أو سعر الصرف مختل، هيقولوا مش بعتين. الصادرات ولما تصدر بقى سلع كتير لدول كتير، صعب ان يحصل في كل دولة ما يمنعك من انك تصدر ليها. حتى لو حصل ازمة مثلا في السوق الامريكي او السوق دولة اوروبية ما او كده، عندك تنوع في اسواق. مظبوط. فالصادرات اهم مصادر. يعني التجربة بتاعت كوريا الجنوبية مبنية على نجاحها في زيادة الصادرات. مظبوط. فانا مع الصادرات قلبا وقالبا. مظبوط. خلينا بس نبتدي القصة. ومتحمس للمصدرين. ومتحمس جدا للمصدرين. مظبوط. مشكلتي هي ان احنا بنتصور انه ان ادي بعض المصدرين بعض الدعم هو ده اللي هيزود لي الصادرات. وانا اعتقد انها فكره معيبه جدا. ليه؟ هقول لحضرتك. اولا، انت لا تدعم الصادرات، معلش هرجع لسعر الصرف، لما يكون سعر الصرف بتاعك مغالى فيه. سياسة سعر الصرف أهم بكثير لدعم الصادرات من أي دعم وزارة المالية ممكن تعمل. اشرحها لي. سعر الصرف معناه إيه؟ معناه إن أنا بصدر دلوقتي مثلا، لما أصدر بقيمة دولار واحد هيدخل لي قول 50 جنيه. أنا كمصدر هيدخل لي 50 جنيه. لنفرض إن سعر الصرف في السوق السوداء بقى 70 وأنا السعر الرسمي 50. لو صدرت هيجي لي 50 بس مش 70. خسران 20. مين اللي مخسرني دي؟ سعر الصرف. سياسه سعر الصرف. مظبوط. اهم عنصر حاكم في دعم الصادرات ان انت يبقى عندك سياسه سعر صرف ذكيه ومرنه. دي اهم من دعم الصادرات مليون مره. اهم ميزاتها بقى، من اهم ميزاتها ان انت انها مش بتاثر على مصدر واحد ومصدر تاني لا. مزبوط. خد بال حضرتك ان المنتجين المصريين كتير، منهم اللي بينتج للسوق المحلي ومنهم اللي بينتج للسوق الاجنبي، وحتى اللي بينتج للسوق الاجنبي مش كله اللي بيصدر. فانت لما بتعمل سعر صرف انت بتتيح الفرصه للجميع، لمن يصدر، لكل ما يصدر، من يصدر الان زائد لكل من هو محتمل انه يصدر، انه يستفيد من الصادرات. فانت بتعمل حاجه تعم الخير على الشعب كله، مش على المجموعه المحظوظه
اللي بتاخد دعم، عدد قليل من الناس بياخدوا دعم مقابل الصادرات، وتقول لي ما انا بدعم الصادرات. لا، انت بتدعم بعض الناس اللي بيصدروا. انا عايز الدعم ده يبقى يعم على الكافة. وبالتالي انا رأيي اذا عايز تدعم صادرات، من اهم عناصرها على الاطلاق انك تقلق على تنافسية سعر الصرف. فدي نقطة. أيوه. النقطة الثانية الشريط الاهمية ايضا، ان دور الدولة في دعم الصادرات انه يفتح اسواق جديدة. يعني مثلا لما تعمل اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاوروبي، انت بتفتح السوق. اللي يقدر يعمل الاتفاقية دي الحكومة، محدش تاني يقدر يعملها. مظبوط. المصدر ومجموعات المصدرين ما يعرفوش يعملوا ده، ما يقدروش. الحكومات بتتعامل مع حكومات. الحكومة عملت اتفاق، طب احنا بنشتغل يا ترى بنفس الجدية والجودة والحمية لان يعمل اتفاقية تجارة حرة من هذا النوع مع امريكا، وهو السوق الاكبر واللي انقذ الصين وخلاها طلعت على عش المية زي ما بيقولوا، او بفكر ان يعمل حاجة مع الصين. فتح الاسواق من الحاجات شديدة الاهمية اللي الحكومة المفروض تشتغل عليها، ما بعملوش او ما بعملوش بدرجة كافية، او بيتعملوا بعدين الموضوع بينام. ادي نقطة تانية، يعني بإضافة لتنافسية سعر الصرف. أيوة. فكرة فتح الأسواق. الحاجة الثالثة بقى ولا تقل أهمية، إن أنا بدل ما أدعم بعض المصدرين إن أنا أسهل عملية التصدير. إخواننا المصدرين اللي أنا أعرفهم بيشتكوا شكوى مرة من التعقيدات الإدارية ومن الجمارك ومن من كل أنواع من البيروقراطية المصرية العظيمة. فكل ما زيل العوائق على المصدرين انا بقلل التكلفه بتاعته، وبالتالي بزود من تنافسيته، وبالتالي بساعده وبعملها لكل من هو عايز يصدر. انا في كل الاحوال بحب اعامل المصريين بسواسيه، يطلع طويل يطلع قصير تخين رفيع ما يهمنيش. اللي يهمني ان كل المصريين يبقى عندهم نفس الفرصه في انه مثلا يصدر او انه يتعلم او انه يسافر او كذا. فدي انا بتصور فكره دعم الصادرات بشكل مباشر أساسها كان لما ابتدعت هذه الفكرة من 20 سنة ولا أكتر شوية، كانت محاولة من الحكومة ساعتها لتعويض إن سعر الصرف ما هوش ملائم، وبالتالي عايز أعوضه وساعده على إنه يدخل السوق العالمي. طب أنا عملت سعر صرف ملائم، نسيت السبب الأولاني اللي أنا كنت عامل القصة عشان، فزال السبب. أيوه. واستمر السلوك. اتنين، ما بعملش الحاجات اللي المفروض تفيد كل المصدرين الحاليين والمحتملين. ده بيدفعني لتساؤلك الدنيا ولا لسه؟ لا، واضحه جدا جدا. انا ورد في هذه الورقه التوصيات، وعلى فكره هذه التوصيات وصلت رئاسه الجمهوريه ووصلت مجلس الوزراء، وبالتالي كل الجهات لديها معلوميه باهميه هذه التوصيات، واقفه اكيد عندها بالدرس وتشوف التوصيات اللي موجود. انا واقف قدام تعبير الاقتصاد الحقيقي، واستخدام التعبير ده وكأن احنا في اقتصاد غير حقيقي. تفضل. ده شغل سينما ده. لا، شوف، اولا خليني اعلق على الجزئيه الاولانيه اللي حضرتك قلتها. عملنا اجتماع جيد للغايه مع السيد رئيس الوزراء. انا سافرت بصراحه شهرين ونص كده ولسه راجع، يعني الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وكان الهدف من اللقاء هو عرض هذه التوصيات. يعني حصل نقاش مع الحكومة. حصل نقاش مع الحكومة السيد رئيس الوزراء تكرما منه هو اللي دعا للاجتماع. ثانيا، شكل لجنة للتنسيق في تطبيق هذه المقترحات. وكان مجلس أمناء الحوار الوطني كان شكل لجنة أيضا لمتابعتها مع الحكومة. وفي هذا اليوم اديت لسيد رئيس الوزراء نسخة من هذه المقترحات. فأنا بتصور ان من جانبنا الناس اللي اشتغلوا في الحوار الوطني احنا عملنا اللي علينا بأمانة شديد، طلعنا توصيات وجاية من كل الناس المشاركين، وبصراحة كان تجربة شريرة الثراء، وكان الناس اللي موجودين من كل يسموها الأطياف، من كل الأطياف ده بالتأكيد. يعني حكومة ومعارضة وأحزاب مولية وأحزاب مش عارف إيه، كل أنواع الناس والمهتمين بالشأن العام والمستقلين. أنا الحقيقة سعدت جدا بهذه التجربة، وكانت شريرة الثراء، وكان في فرصة لكل الناس أنها تعبر عن نفسها. هذه المقترحات يعني خلاصة ما دار، زائد طبعا الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات الأخرى. يعني ما هياش
ما هيش ترجمة فقط اللي قاله فلان واللي قاله علان، لا انت بتدخل الحاجات على بعضيها وبتغربلها كده وتطلع منها ما تعتقد ان قيل من ناحية، ومن ناحية التانية ايه نتائج الخبرات الدولية في عملية التنمية الاقتصادية. خليني يعني استشرف شوية افاق الحوار في هذا الملف. ابتداء لم يكن هناك اي ضغوط او تدخلات، لا على الاطلاق، على الاطلاق لم يكن هناك وصاية حكومية، صحيح على الاطلاق، الناس تحدثت بصراحة وبوضوح وبأريحية، وكان كمان وكان في علانية كمان، وعلانية يعني كله كان على الهوى زي ما بيقول. والحكومة كانت إيجابية في الفترة التي جلست معها، شديدة الإيجابية، وخاصة في الجزء الثاني الجانب تعرف الحوار مر بمرحلتين، مرحلة كان فيها الفكرة إن بتجمع الناس من الأطياف المختلفة وتديهم فرصة إنهم يعبروا عن نفسهم، وبعدين السيد الرئيس طلب إنه يبقى فيه مرحلة أخرى للحوار بالتأكيد على الجانب الاقتصادي. الجانب الثاني ده أنا بصراحة شخصيا طلبت إنه يبقى الحكومة تواجدها على أعلى مستوى، كان فيه تمثيل للحكومة على مستويات أقل قبل كده، إنما معظم الوزراء جم حضروا معانا في المرحلة الثانية، ودي كانت أسبوع عمل شاق من الساعة 10 الصبح ل 10 بالليل، والحكومة كانت موجودة على أعلى مستوى. كويس. فكان في تواجد حكومي على أعلى مستوى الحقيقة. وبالتالي الحوار كان يعبر عن حالة جماعية أو حالة مزبوط. أو حالة تفاعل جماعية. صحيح. وهذا هو المطلوب. مزبوط. هذا هو المطلوب. وبالتالي. بس خليني أقول لك حاجة لطيفة كده على جنب عشان. لا ضروري. بقت لا ضروري. دمه تقيل. وأنا صغير رحت معهد النقد الفني في السبعينات. وكان في كده خناقة بين أظن دكتور رشاد رشدي وأظن حد الشرقاوي جلال الشرقاوي يمكن أو آخرين يعني اسمه إيه ده رشاد رشدي كان واخد موقف الفن من أجل الفن. أيوة. مفيش حاجة اسمها الفن مجتمعي، الفن عن تعبير عن الجمال، وأي حاجة تانية يبقى ملهاش لازمة. أيوة. تقول لي بقى ما الجماعة التانيين يقول لك لا الفن ده تعبير عن المجتمع، وبالتالي الناس سواء أرادت أم لم ترد بتاخد موقف تجاه مجتمعها، وبالتالي ما أقدرش أعامل الفن على أنه الفن من أجل الفن فقط وإنما الفن من أجل المجتمع. ليه بقول القصة دي؟ لأن الحوار بينطبق عليه نفس الكلام ده. بمعنى يا ترى هو الحوار كان الكلام من أجل الكلام ولا الكلام من أجل، أنا استخدمت تعبير البطاطس فأول مرة تقابلت مع مجلس الأمناء قلت لهم أنا من المؤمنين بحاجتين، ان الحوار ده هدفه حاجتين، الحاجة الاولانية هو الكلام من اجل الكلام، الناس تعبر عن نفسها، وخاصة انه وجهة النظر البديلة مش دايما متاحة طول الوقت وفي وسائل الاعلام بشكل متزايد، وده قيمة في حد ذاته. انما لازم نطلع في الاخر ببطاطس، الناس ما بتاكلش كلام، الناس بتاكل بطاطس، فلازم نطلع لهم منتج يساعد هذا المجتمع على انه يتقدم الى الامام سواء في الجانب الاقتصادي او غير الجانب. وبالتالي وظيفه الحوار ان يقدم بطاطس. اي فعنوان انا فاهم، بس ده نوع من الهزار يعني. انما كانت الفكره الجوهريه ان يبقى في منتج مفيد، ده في تقديري على الاقل في المحور الاقتصادي وبشكل محدد انا اقدر اقول ان الحوار حقق الهدفين، حقق هدف الكلام الناس عبر عن نفسها، وحقق ايضا المنتج. ما ينقصنا الآن في تقديري هو تطبيق ما هو صالح من هذه المقترحات، وياريت المبادرة اللي أخذها السيد رئيس الوزراء طبعا بتوصيات السيد الرئيس إن اللجنة اللي هو شكلها واللجنة المنبثقة عن لجنة الحوار يكونوا بيشتغلوا بهمة على تفعيل هذه المقترحات. لو حبيت ازود حته كده مثلا خليني اخد جزئيه، انا اعتقد ان الحكومه في قدر من الاستجابه وان كان عندي الحقيقه شويه قدر من التحفظ على بعضها. احد عناصر هنا هتلاحظ حضرتك في مكان ما، انا هرجع للاقتصاد الحقيقي من هرجع معاك بس يعني خليني معلش انا بس خواطري تتداعى. لا بالعكس كويس قوي اتفضل. الجزئيه بتاعت احنا مقترحين مثلا ان يبقى في سقف على الدين العام. احنا عندنا مشكله دين عام كنسبة من الدخل القومي، كقدرتنا على توفير الموارد اللي تسمح لنا بسداد ملتزماتنا وكذا، احنا عندنا إشكالية، وصلنا مرحلة مفروض نقلق. فأحد الإجراءات اللي احنا مقترحينها هنا طب ما نقول لسيادة الحاج يبقى في سقف على الدين العام. يعني موضوع الدين العام أنا في تقدير الشخصي لازم نفتح له مساحة، وعشان كده بستأذنك في حلقة أخرى مع الدكتور أحمد جلال
واستمرار لحوار في حب الوطن. أترككم في رعاية الله وأمنه، وتصبحوا على حب.